مرحبا بكم من جديد في ملف اليوم، والذي سنتحدث فيه عن المسيرة الوطنية التي نظمها اليوم المئات من المعلمين النواب، والتي انطلقت من بطحاء محمد علي بالعاصمة نحو مجلس نواب الشعب للمطالبة بانتدابهم وضم دفعات اتفاقية الثامن من ماي وتسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يحضر معنا في الاستوديو السيد عماد عبد الكبير، المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج الاتفاقية. مرحبا بك عماد. شكرا وتحية لمشاهدي قناة تلفزيون تي في. إذن بعد أسبوع من مقاطعة الدروس في جميع المدارس الابتدائية، اليوم مسيرة وطنية للمعلمين النواب انطلقت من بطحاء محمد علي بالعاصمة أمام مقر الاتحاد الشغل. أحكينا اليوم شنو صار بالضبط ووين وصلت المسيرة. هو في إطار مواصلة نضالنا من أجل نيل حقوقنا المشروعة، حقوق المعلمين النواب، كنا قد قطعنا الدروس معنا منذ الأسبوع الفارط ولا هذا الأسبوع الثاني على التوالي، وقد قررنا كتنسيقية وطنية في نهار السبت في صفاقس السبت اللي فات أن نقوم بتحرك وطني يتمثل في تجمع عام قدام دار الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح محمد علي، ثم التوجه في مسيرة ووقف احتجاجية أمام وزارة التربية، وبعد ذلك توجهنا إلى مجلس نواب الشعب، معناها السلطة التشريعية في البلاد. كان تجاوب كبير من قبل نواب الشعب، معناها وحبوا يسمعوا المطالبنا ويسمعوا لهمومنا، واستقبلونا معناها في تحت قبة البرلمان، وحاولوا باش ينظروا للمطالب بتاعنا، وحاولوا باش يوصلوها ويكونوا سلطة، معناها يكونوا أداة تواصل بيننا وبين سلطة الإشراف. هي في الوقت الحاضر معناها سلطة الإشراف معناها هي سلطة معناها بتاع تصريف أعمال غائبة طويك. تقريبا غائبة معناها اللي حتى اللي نشوفه فيه في مجلس النواب معناها قاعدين يحاولوا باش يركزوا حكومة. أنا نطلب معناها أن معناها مجلس النواب على قدر ما هو أن إصغاء لينا اليوم وحاول باش معناها ينحي المظلمة لهذا على جزء كبير من القطاع التعليم الابتدائي، في المقابل يجب يسعى إلى تشكيل حكومة في أقرب وقت، لأن انتظارات الشعب التونسي معناها انتظارات كبيرة من بين هالمشاكل. صحيح. هذه مشكلة المعلمين وما عادش تحمل معناها حالة فراغ أكثر من هكا. صراحة البلاد ما عادش تتحمل، وكما نشوفوا معناها تقريبا معناها الوضع معناها كارثي بدا، 12000 معلم نايب معناها معناها تحت طائلة التشغيل الهش. لو كان زاد ذكرنا عماد بجملة المطالب نتاعكم اليوم، خلي العباد تزيد تعرف علاش اليوم المعلمين النواب مقاطعين الدروس، وعلاش يوصل يعملوا مسيرة وطنية وإمكانية يعني التصعيد. هي تو كانت مطالبنا بالاساس كانت مطالبنا ماديه، احنا تو معاش تهمنا الامور الماديه، احنا جوعنا احنا تمرمدنا معناها ترقيمي. مطالبنا تو بالاساس هي ضم دفعات اتفاقيه 8 ماي نظرا لشغورات اللي معناها المعلم النائب هو يقوم بشغورات متواصله، شغور متواصل مو شغور ظرفي، معناها بما معناه ان اذا غاب المعلم النائب فبلاصته تبقى فارغه. 12 معلم نائب ما ثماش معلمين، 12000 معلم نائب ما ثماش معلمين، ثم معلمين نواب يعوضهم، فلما لا احنا لدينا حاجيات الوزاره تتطلب ذلك، فلما لا معناها يقع على في عوض 3 سنين كما معناها هو منصوص عليه في الاتفاقيه، يقع تقريب الدفعات. اولا لمعناها لضمان سيروره العمل المدرسي المنتظم ولضمان حقوق الانسان حقوق المعلمين النواب، ثم امكانيه اللي معناها لادراج بقيه المعلمين النواب خارج الاتفاقيه عبر اتفاق تكميلي يفضي لانتدابهم، لان ثم جزء كبير من المعلمين النواب تقريبا في حدود 2500 معلم نائب من 12000 معناها ابار انهم يعانوا التشغيل الهش وتحت عقود تشغيل هش، معناها اقل ما يقال عنها انها معناها ضعيفه ولا ترتقي الى متطلبات الحياه اليوميه للانسان، فانهم معناها ما عندهمش اتفاقيه تضمن لهم خارج مستقبلهم تقريبا مظلم، هم يقوموا بواجب المعلم ويقروا في الصغيرات ومعناها وسدين باب كبير على سلطه الاشراف. في المقابل لا ثم تفعيل للاوامر على الاقل بتاع في علاقه بالاجور، طبعا نحكوا فيه الامر في 46 في علاقه باجورنا، وكذلك معناها مستقبلهم المهني مظلم، معناها لا اتفاقيه تضمن لهم الانتداب، لا احنا نطالبوا بدرجه اولى ضم الدفعات، ثم بدرجه ثانيه ضروره الحاق بقيه المعلمين النواب خارج الاتفاقيه عبر اتفاق تكميلي يفضي الى انتدابهم. ثم ناتي الى
معناه صرف اجورنا ومستحقاتنا الماليه واحضار بقيه المعرفات الوحيده للمعلمين النواب عبر تفعيل الامر 1046 واحكامه، ونحن نريد تنقيحه. هو الان منقح الامر، كيفاش نقحت الوزاره؟ كان من 30 اكتوبر، من 1 اكتوبر الى غايه 30 جمال 2019 نقحت، معنا اعلاميا وقت تسمع كلمه تنقيح ويعطيها الصحه وبارك الله فيها، نقحت باش تولي من 14 سبتمبر، معنا زادونا 14 يوم. الاصل في الشيء انها تولي الامر هكا، يولي قانون انتداب، لان بما ان الشغورات فعليه ما هي شغورات ظرفيه. ثم ان احنا تو كدرجه اولى نطالبوا ان معاش يكون 9 شهور فقط، نحبوه يكون 12 شهر، لان احنا تابعين وزاره التربيه من معناها على مدى السنه كامله، حتى في الصيف معناها ثم برمجه نتاع تكوين، يصير لنا تكوين في عطله الصيف وفي عطله الشتاء، معناها ماناش متمتعين بالعطل كما يخيل البقيه، احنا في الصيف على ذمه التعليم، في المناظرات، في التكوين، في كل. دونك احنا مطالبين ان في علاقه بالامر ان يتمدد من معناها على مدى السنه كامله، في بلاصه 9 شهور يكون 12 شهر. ثم الغاء صفه العون الوقتي، لان صفه العون الوقتي هذه تعتبر معناها تشغيل هش، معناها ينتظر الانسان 5 سنين ولا 6 سنين باش يدخل في تربص، وبعد تالي باش يدخل في انتداب. اور هو الاصل في شيء انك تدخل متربص، حتى في الحياه المهنيه، حتى في القطاع الخاص يدخل متربص الى حين ان يقع انتدابه عبر تقارير تكون في عام عامين من متفقدين، ونخضعوا للتفقد ونخضعوا للمرشدين، معناها لزيارات المرشدين، ولنا معناها شهود على ذلك، ان معناها جديري بالثقه وجديري بان نكونوا معلمين وان نكونوا بالحق، معناها نجم نكونوا معناها نملوا البلاصه بتاعتنا. خاصة امام ثم شغور كبير في المدارس على كامل يعني تراب الجمهورية. الازمة تفاقمت، لكن في المقابل ما فماش يعني انتدابات. الازمة تفاقمت برشا، لان الازمة هذه معناها انا اشوف اللي ما ثماش ارادة سياسية واضحة، معناها تو الازمة هذه كان نرجعوا للتاريخ من عام 87 تقريبا، سرطان النيابات وسرطان اللي قاعد يضرب في 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 في, في الركيزة الأساسية لبناء المجتمع السليم، قاعد يضرب فيه بهالتشغيل الهش، جيب معلم نايب مشيه، ناس معناها تعاني، تحب معناها تحاول انها تخدم، تحاول انها تحقق كرامتها من خلال الشغل اللي تضمن الحقوق الدوليه والشرعيه والكونيه. فان هنا الوزاره بما انها معناها سياساتها معناها وسياسات الدوله عامه نراها معناها غالطه، ماشي انها معناها تستغل في الشريحه هذه اللي تحب بعد ما قرت وتعبت ويعلم ربي كيفاش تكونت في الجامعات ويعلم ربي صرفت، بعد تالي تحب تستغلها باش معناها كم كوا سيرورة الدولة. أور هي هنا قاعدة تضرب في عمق المجتمع، وقاعدة تضرب بالحق في بناء الدولة السليمة وبناء الدولة الديمقراطية وبناء الجمهورية الثانية اللي قاعدين نطمحوا لها الناس كل. وزد على ذلك عماد، وكأنه الملف هذا اليوم أصبحت تتقاذفه الحكومات من واحدة للأخرى، أصبح معناها وكأنه عبء على الحكومات، كل واحدة تخليه للحكومة اللي بعدها، فمش معالجة يعني صحيحة للملف هذا. هو تزكية لكلامك أختي، هو كأن الوزارة أو الحكومة قاعدة تصدر في الأزمات من سنة إلى سنة، يأجلوا فيها، معناها تمرر فينا، هاو نعدوا التريمستر الأولى، معناها نكبسوا عليهم شوي، هاي برا هبط المذكرة بتاع الخلاص، لا احنا مش مشكلتنا خلاص، وإحنا مشكلتنا إحنا اليوم في مسيرة وطنية، وإحنا باش نصعدوا النضال، لأن معناها قاعدين في وضع معناها كأن معناها كأني نتظلم، كأني معناها أنا باش نتظلم للدولة اللي باش تاخذ لي حقي، وليت أنا هي تسلط علي في ظلم. أنا باش نصعد النظام تاعي في سبيل أني نحمي المنظومة التربوية، وفي سبيل أني نحسن جودة المنظومة التربوية في تونس، لأن تحسين جودة التعليم في تونس والمنظومة التربوية والارتقاء بها يبدأ من المربي. كرامة المنظومة التربوية في كرامة المعلم، كرامة التلميذ في كرامة المعلم، كرامة المجتمع في كرامة المعلم. الأمر هذا لم يعد يطاق، والعدد مش عدد متاع 1200 ولا 100 ولا العدد 12000 معلم نائب. انا ما نحكيش على الزملاء المعلمين الاساتذه النواب، كيف معضله كبيره في نفس الاشكال. صحيح، زملائنا خريجي علوم التربيه، عندنا 2500 من نوار من خيره ما انتجت معناها المعاهد التكوين المعلمين. اليوم معناها تحب تقحمهم الوزاره في التشغيل الهش، في اليات التشغيل الهش، سياسه الهروب الى الامام، سياسه تصدير الازمات. فاش فالح الوزاره معناها تو كان نشوفوا تو تاريخ الوزاره، معناها الجمعه اللي فاتت معناها شفنا بلاغ اللي ثم معناها على مستوى كبير من الوزاره،
ثم مسؤول معناها تو احيل للقضاء. ف مانيش عارف انا تو معناها الكواليس ايش قاعده تصير فيها الوزاره. احنا الاصل في شيء انك تشوف المشاكل نتاعك وكذا نطيحوا في ان ثم مسؤول احيل للقضاء بسبب فساد. فهذه معناها تولي هنا ولات كارثه. والكارثه كان جي في قطاع هي قطاعات الكل حيويه، لكن قطاع التعليم، قطاع التعليم معناها معاناه المعلمين النواب من 87 من 2006 من وهي مشاكل في مشاكل. النقابه العامه ارهقها شيء هذا، النقابه العامه في بلاصه انها تساهم في مشروع كبير يرتقي بالتعليم ولت مسكينه تعاون النقابه بصفه عامه، النقابه العامه والاتحاد العام التونسي للشؤون ولا يحاول معناها باش يلقى ولا كانه وزاره التشغيل. احنا انا احيي النقابيين وتحيه للنقابيين وتحيه لزملائي في نضالهم وفي استماتتهم على دفاع حقوقهم، ولكن الاصل في شيء ان سلطه الاشراف لازم تكون عندها رؤيه واضحه لان مستقبل الاولاد ماهوش لعبه، صغيراتنا ماهوش لعبه. انا بنتي تقرا عندي عند معلمه نايب، انا عندي بنيه تقرا عند معلمه نايب ولي الشرف بذلك. انا بالعكس انا فخور بذلك، ولكن زاد معناها المعلم النايب يا ويلو يمشي معناها مرهق وتاعب ومتقلق وعلى اعصابه، ما ينجمش يعطي مادة دسمة، ما ينجمش يعطي محتوى جميل معناها يا ويلو يمشي يكون على اعصابه ويكون كيفاش يعلم ربي كيفاش يقري، يا ويلو يقاطع ويحرم التلميذ من الدرس، لان التلاميذ عند المعلمين النظاميين الدروس متواصلة. فهنا دعوة هذه مشكلة وطنية، هنا الجهات الكل يلزمها تنظر لان بالحق البلاد لازم ما تقف كان بالتعليم وكان بالبناء المجتمع السليم. صحيح هذه خطيره راه في صحيح. اليوم نحكيو على قطاع التعليم، قطاع حساس وحيوي كما قلت انت، مستقبل صغيراتنا مربوط به، القطاع هذا بمختلف يعني الاختصاصات الحقيقه. اليوم وانت جبت على الاساتذه النواب وخريجي يعني معهد التكوين والتربيه، ما ننساوش زاده زملائكم المعطلين على العمل ممن طالت بطالتهم، زاد ملف كبير وشائك نرجو أن سلطة الإشراف والحكومة المقبلة خاصة تنظر في الملف هذا. نختم معك عماد عبد الكبير المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج الاتفاقية، شنو اليوم التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب يعني حاطة في تصعيد، شنو في المستقبل قررتوا إذا لم يتم يعني الاستجابة لكل مطالبكم؟ احنا اليوم معنا قررنا التحرك الوطني هذا لإنارة الرأي العام ورفع اللبس اللي قاعد معناها ولينا كأننا متهمين، ولينا كأن الناس تتهم فينا اللي احنا قاعدين معناها صحيح. فما لوم كبير من الأولياء عليكم، ما نعرفوش عندهم علم بالملف نتاعكم والا لا، لكن يشوفوا انه عطلتوا الدروس وعطلتوا مصالح صغيرات. يا سادة يا أولياء، هل يعقل منذ بداية السنة إلى يوم الناس هذا ولا مليم صرف للمعلمين النواب؟ ناس عائلات، ناس تمشي تقري في الأرياف، ناس تمشي تتنقل من تمديه الاخرى، صحيح، ناس تشري في الاوراق وتطبع في المطبوعات للتلامذة، هل يعقل هذا؟ يا سيد الوزير، لو كان لا قدر الله تتقص شهريتك شهر فتو تشوف ايش يصير. هذه وشوفها انت، لان الانسان يقيس من روحه. هذه نقطه. احنا ما طلبنا مش ماديه، احنا والحمد لله معناها باذن الله نتغلبوا على المصر. احنا ما طلبنا بالاساس ان بما ان ثم شغورات فعليه يلزم لابد من ضم الدفعات، بما ان الوزاره تستحق العباد هذوما لابد من ضم الدفعات ولابد من تسويه وضعيه معلمي النواب وادراجهم في قاعده البيانات وتحيين قاعدتهم البيانات الى غايه 30 جوان 2020 حتى تكتمل الصوره، ثم اتفاق تكميلي يفضي بانتدابهم، ثم تفعيل الامر 1046 ومعنى امتداده على مدى سنه كامله، وكذلك الغاء صفه العون الوقتي. واضح واضح. عماد عبد الكبير المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج الاتفاقيه مره اخرى، شكرا لك على الحضور معنا وعلى كل هذه التوضيحات، ونتمنوا في القريب العاجل يتم النظر في الملف هذا اللي كما قلت حساس وحيوي للغايه ومهم وعلى غايه من الاهميه لازم النظر فيه. شكرا لك مره اخرى عماد، وبهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذا العرض الاخباري، وهذا تذكير بابرز العناوين. المعلمون النواب ينظمون مسيرة وطنية للمطالبة بتسوية وضعيتهم. البرلمان يصادق على مشروع اتفاقية قرض إيطالي لدعم الإدماج المالي والاقتصاد التضامني والاجتماعي. وألمانيا تعلن عن قائمة الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا وتساؤلات عن استبعاد تونس من هذا المؤتمر.
وفي الختام نترككم مع كاريكاتير جريدة العرب تحت عنوان أجندات تخريبية لخلايا نظام البشير. في أمان الله. هذا البرنامج برعاية جريدة العرب، أول جريدة عربية مستقلة تأسست بلندن عام 1977. تجدونها كل صباح في جميع الأكشاك.